إذا لو تزوج دون أن يوثق يقع الزواج شرعا وقانونا أم لا؟ يقع شرعا ولا يستطيع أحد أن ينجح هذا الزواج. وإذا أنكر الزوج أنه تزوج بعدما حملت الزوجة دون توثيق عقد الزواج؟ جميل، هناك إجراءات شرعية ويجب أن يلتزم بها القانون، لأن المفروض قانون الأحوال الشخصية قانون شرعي. وإذا تبدل للزوجة زوج آخر وهي تزوجت ولم توثق وقالت لم أتزوج، ما الحكم الشرعي والقانون؟ يعني تزوجت دون توثيق، نعم، وفي قبل أن يوثق راحت اتجوزت واحد تاني، نعم، دي جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات. ليس هنالك أوراق تقول أنها تزوجت مرتين؟ لا، هناك وسائل أخرى للإثبات، ما احنا عايزين نقول إن ليست الأوراق هي الوسيلة الوحيدة للإثبات، فإذا ما ثبت ذلك تبقى في جريمة اسمها جريمة الجمع بين زوجين، دي فيها سجن وفيها بلاوي كبيرة. هل الشرع الإسلامي قرآنا وسنة ألزم الزوجة في حال إنكار أنه تزوج بمسؤوليات شرعية؟ نعم، تأخذ بها المحكمة الآن في قانون الأحوال الشخصية؟ لا يكتفى بإنكار الزوج لإنكار آثار الزواج، وإنما هناك بدائل أخرى تحدث عنها الفقهاء تفصيلا، ولكن للأسف الشديد ليست لها إجراءات تنفيذية تطبق في المحاكم، ويجب في المشروع اللي احنا بنعمل حوار مجتمعي مع حضرتك في أكتر من حلقة عليه، إن الكلام ده يبقى موضع احترام في المذكرة التفسيرية للمشروع الجديد للقانون إذا ما طبق، وهو أن هناك يمين للزوج ويمين للزوجة وأدلة أخرى غير الكتابة. كعالم من علماء الشرع في الأحوال الشخصية تحديدا، ألا ترى أن الكلام حول القوانين الوضعية للأحوال الشخصية كثرة في هذه الأيام، وهذا معناه خربة الذمم؟ هو احنا مش عايزين نقول على قوانين الأحوال الشخصية قوانين وضعية لو تكرمت، يعني ليه؟ لأن معظمها متاخد من الشرع الإسلامي، يتدخل الولي الأمر أحيانا أو المشرع في وضع أمور لا توافق عليها الشريعة، فنقول الجزء المخالف لوحده وهو قليل والجزء الباقي كله ما يقدرش القانون يغيره، لأنه أصله القانون الوحيد اللي نجا يا دكتور محمد من مخالب الاستعمار الغربي الذي أدخل القانون الوضعي علينا هو قانون الأسرة فقط. الشريعة الإسلامية حافظت على حقوق الزوج والزوجة، أليس لولي الأمر أن يتدخل الحفاظ على هذه الحقوق؟ يتدخل بوسائل تأمينية لا مانع، بوسائل تأكيدية لا مانع، فكلها تصب في مصلحة الأحكام الشرعية. وإذا تعارضت مع الشرع ليس له الحق أن يصدر بها قانون إلى حين؟ لو تعارضت مع الشرع تكون هناك مخالفة شرعية، ويجب أن يجتمع المسؤولون عن المؤسسات الدينية لتصويب هذه القوانين كما نفعل الآن. أليس عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وأرضاه يعني أجرى يمين الطلاق 3 مرات في مجلس واحد ولم يحكم بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فهو في خلط الآن بين سيدنا عمر بن الخطاب وبين أي حاكم وضع الآن، ما تقارنش ما فعله عمر باعتباره واحد من كبار الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه لو كان هناك نبيا بعدي إذا صحت رواية هذا الكلام فهو عمر، ونزل بشأنه 7 آيات قرآنية وغير أحكام شرعية كثيرة، واجي اقول اي حاكم اسلامي الان في العالم كله يوازي سيدنا عمر فيما فعل؟ ده سيدنا عمر مشرع، مش ده صحابي مشهور ومعروف بالفقه، نعم، مصدر من مصادر النقليه للشريعه الاسلاميه.